بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين من كل سوء، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، الدرس الثاني في فقه السادة الشافعية من كتاب فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب للشارح ابن قاسم الغزي والمصنف الإمام أبي شجاع أحمد بن أحمد رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الشارح وسائر المسلمين في الدارين آمين. كنا في الجلسة الأولى تكلمنا على مقدمة على مذهب الإمام الشافعي وتعريف سريع له، وبدأنا في الكتاب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي كتابي هذا، يعني متعلقة البسملة بالشيء التي تشرع فيه. فإن كنت تأكل يبقى بسم الله أأكل، وإن كنت تكتب بسم الله أكتب، وإن كنت تمشي بسم الله أمشي، وإذا كنت تصنف بسم الله أصنف، وهكذا. فتبقى مقدرة على حسب حالة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اسم للذات الواجب الوجود سبحانه. يقول: والرحمن أبلغ من الرحيم. الحمد لله هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. ربي أي مالك العالمين بفتح اللام، هو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل، لا جمع، ومفرده عالم بفتح اللام، لأنه اسم عام لما سوى الله. يبقى العالم هو كل ما سوى الله، وسمي عالم لأنه علام على خالقه سبحانه وتعالى. وعلامة أنه مخلوق أنه متغير، فالتغير علامة الحدوث، والحدوث هي الصفة اللازمة للعالم. واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، زي ما بيقول كده في إيه؟ في الخريدة البهية لسيد أحمد دردير. واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، يبقى العالم ليس بقديم، القديم هو الله، كان الله ولم يكن شيئا معه. وإن كانت العوالم لها صورة في القدم وهي في علم الله لا في الوجود، فهي في علم الله قديمة لكن في الوجود حادثة. ودليل حدوثه أنه قام به التغير، فكل ما يتغير هو حادث، أما الله فهو دائم باقي لا يتغير سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، لأن هناك عوالم كثيرة، والجمع خاص بمن يعقل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، هو بالهمز وتركه، على سيدنا محمد النبي. النبي هو بالهمز وتركه، يعني تقول النبي والنبي، قراءة نافع المدني اللي هو قالون وورش يقولوها النبي، النبيون، هكذا جاية من نبأ أو أنبأ، لأن النبي ينبئ بالغيب، لأن عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيبقى النبي ينبئ بالغيب، كما أن سيدنا محمد أنبأ بالغيب.
لأن القرآن نفسه كله غيب، كنا لا نعلمه إلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا في القرآن بكل الغيوب وبأمارات الساعة وغير ذلك. يبقى هو بالهمز من الإنباء، حيث أن النبي ينبئ بالغيب، والنبي بغير همز لأنه من نبأ، يعني ارتفع على أقرانه بالنبوة والرسالة والاستفاء، فلأن النبي مرتفع من حيث كل من كل الجهات، من حيث النسب والخلقة والعقل والعلم والعبادة والمقام عند الله. فيبقى على سيدنا محمد النبي، وصلى الله صلاة الله على النبي، قال هو تعظيم للنبي كتب كده، لكن أنا ليا فيها معنى لم أقرأه لأحد، أن صلى الله على النبي أي أمده بما يكون رحمة للعالمين، لأن النبي رحمة للعالمين، وهو مفتقر لأن يمد حتى يصير رحمة للعالمين فيمد العوالم، لأنه قال إنما أنا قاسم والله يعطي، فلو لم يمده الله صلى الله على النبي أي أمد النبي بما يجعله رحمة للعالمين. فما من نعمة تنزل للعالمين من الله إلا تنزل أولا على النبي، ثم بعد ذلك من خلال هذه الرحمة تصل للعالمين. فحلها في قوله وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تفهمها على طول، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي، يصلي يعني يعظمه، ثم هو معظمه، والعلماء يقول لك كده ده تعظيم وترقي، ثم هو مرقيه، لكن صلاة الله عليه إمداد، وصلاة الملائكة عليه استمداد. فيا أيها الذين آمنوا استمدوا بصلاتكم عليه أسباب هدايتكم وترقيكم. وصلى الله وسلم، وقال وسلموا تسليما. وتلاحظ هذا في التشهد اللي احنا بنقراه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم حيا ربه وقال التحيات لله والصلوات والطيبات لله، فرد الله عليه وقال السلام عليك أيها النبي، فالسلام كله نزل عليه فأخذه وقسمه، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فاستمد ليمد. فهي واضحة. فإذا كنا احنا نعرف النبي، من هو النبي؟ لأن الأنبياء كثر، عدد كبير. في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال سألت النبي كم عدد الأنبياء يا رسول الله؟ قال جم غفير 24,100,000 نبي، منهم 13,300 رسول. 124,000 نبي، والصحابة اللي حجوا مع النبي في حجة الوداع 124,000، عشان تعرف ان دي أمة كاملة. فما من صحابي إلا وعلى روحانية نبي، لأن روحانية الأنبياء لا تموت، تورث في الأولياء. منهم 313 رسول، منهم 5 أولي عزم، 5 من 313 رسول أولي عزم. والنبي هو الذي يوحى إليه بما يخصه ولم يؤمر بالتبليغ، فيكون قدوة لغيره ولكن لا يؤمر بتبليغ. يوحى إليه ليكون سببا لنزول الرحمة لأهل عصره، لولا شيوخ ركع وأطفال ردع لصب عليكم العذاب والصب، فيجعله سبب لجريان الرحمة وسبب لقبول الدعاء.
وسبب لإمهال الكافر النبي. وقد يأتي النبي بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغه، وقد يأتي النبي على شرع من قبله، فإن أمر بتبليغه كان رسول. فالفرق بين النبي والرسول هو أنه يؤمر بتبليغه والآخر لا يؤمر بالتبليغ. أفضل الرسل والأنبياء هم الخمسة أولي العزم، وبترتيب الأفضلية على ما اتفق عليه العلماء سيدنا محمد، يلي سيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح. هذا هو ترتيب الأفضلية كما اتفق عليه العلماء، ويدرسونه لنا العلماء عن طريق الكتب المكتوبة من عصور عديدة في الثلاث قرون الأولى، اتفقوا على أن هذا هو ترتيب الأفضلية. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. لا، منك الأول، لكن الباقي مش بترتيب الأفضلية، بترتيب الظهور. بترتيب الظهور بترتيب الظهور اللي هو الزمن، يعني ده نوح ظهر قبل ده وده ظهر قبل ده، اسمه ترتيب الظهور أو الترتيب الزمني زي ما تسميه. لكن من حيث الحقيقة فالنبي هو أسبق زمنا، لأنه برضو رحمة للعالمين، فلن تظهر العالمين إلا بعد خلق النبي أولا ليمد العالمين. فالنبي كان أولا في النبوة وأولا في الخلق وأولا في الرسالة صلى الله عليه وسلم. سئل متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، وقال كنت نبيا وآدم بين الروح والطين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، والله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. فلو عايز تعرف البداية بص بداية البعث، فبداية البعث النبي أول من تنشق عنه الأرض، يبقى هو أول من ظهر في الوجود، لأن ربنا بيقول كما بدأنا أول خلق نعيده، بالإضافة لأن هناك آيات كثيرة تدل على أنه هو أول خلق الله في القرآن. يقول سبحانه وتعالى وأمرت أن أكون أول المسلمين، ما حدش قال الكلمة دي من الخلق أجمعين إلا النبي في القرآن في عدة مواضع. ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في سورة الزمر وأمرت أن أعبد وأمرت أن أكون وإني أمرت أن أعبد الله وأمرت أن أكون أول المسلمين. أدي ثلاث مواضع في القرآن بيقول أنا أول المسلمين. الموضع الرابع قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فأولية النبي واضحة في القرآن ولا تحتاج إلى جدال كثير. وأولية النبي أولية روحانية وليس أولية جسدية، فهو من حيث الجسد ابن آدم، ومن حيث الروحانية هو آدم وآدم صلى الله عليه وسلم. المعلومات دي ما تقوليش انها تقولي انت جاي تدرس لنا فقه ليه بتكلمنا على النبي، لان بداية الدين والعلم عن طريق النبي. لو ما عرفتش النبي مش هتعرف اي معلومة، لازم تدخل للعلم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو واسطة كل معلوم صلى الله عليه وسلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال له قل رب زدني علما. وقال في الحديث رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرفت. وبالتالي يبقى النبي هو أعلم الخلق وهو أول الخلق وهو أول المسلمين وهو الرحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم، وهو أول وآخر، هو أول من حيث الظهور، وهو آخر من حيث، أول من حيث الوجود وآخر من حيث الظهور، فهو خاتم النبيين، فهو أول وآخر، وهو ظاهر وباطن، ظاهره محمد وباطنه أحمد صلى الله عليه وسلم. فمن هو النبي إذا كانوا الأنبياء كتير بهذا العدد؟ لازم نعرف تعريف النبي، عشان كده قال لك إيه؟ إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به، وإنسان يعني بني آدم، فلا يوجد نبي من الجن، يبقى جميع الأنبياء من بني آدم. وذكر، ولا يوجد نبي أنثى على الراجح، وإن كان في خلاف في سيدتنا حواء وأم موسى وسارة وأسيا امرأة فرعون، بعض العلماء قالوا بنبوتهم، وسيدتنا مريم أم سيدنا عيسى، بعض الآراء قالوا أنهم أنبياء، والراجح أنهم ليسوا بأنبياء ولكن صديقات، فالصديقية تحدث للمرأة كما تحدث للرجل، لكن النبوة لا تحدث إلا للرجل. فيبقى إنسان أوحي إليه، إنسان أي من بني آدم ذكر، أوحي إليه بشرع يعمل به، أوحي إليه بشرع يعمل به في ذات نفسه، وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا. يبقى النبي له عين واحدة على الحق، يستمد ويعبد، والرسول له عين على الحق وعين على الخلق، يستمد من الحق ويدل الخلق. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه، يعني وصلى الله، وإن كان سورة خبرية كأنه يطلب من الله أن يصلي، ينشئ الصلاة والسلام عليه. ومحمد علم منقول من اسم مفعول مضاعف العين، يعني ايه علم منقول؟ لان محمد اصلها صفة، فنقلت من كونها صفة الى العلمية، فصارت علم على ذات. ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف العين، والنبي بدل منه، محمد النبي، أو عطف بيان عليه، كأنه بيقول هو النبي. وعلى آله الطاهرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الصلاة على النبي دون الآل هي الصلاة المكتورة، فلكي تكمل الصلاة لابد أن تذكر فيها الآل، اللهم والسلام أيضا، قل اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، دي أقصر صيغة كاملة، أقصر صيغة كاملة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، تكون صلاة كاملة بهذه الصورة. وآل النبي إذا انفردوا يدخل فيهم كل أمته، الصحابة والقرابة والتابعين وأمة النبي إلى يوم الدين. وإذا اجتمعت مع الصحابة اختلف المعنى، لما نقول على آله وصحبه، لو اجتمعوا يبقى الآل صارت القرابة، والصحب معلوم، وهو من رآه النبي أو رأى النبي في حال حياتهما مؤمنا به ولو لحظة، يبقى هو ده الصحابة. ومات على ذلك، لنخرج من رأى النبي وأسلم ثم ارتد ومات مرتد، فلابد تزود ومات على ذلك على الإسلام. أيوه. هو من رأى النبي أو رآه النبي، من لقي النبي
ما هو لقي او رأيه بقى. ما هو لو احنا نقول لما نقول لقي علشان ندخل العميان، وعشان كده احنا قلنا من رأى النبي او رآه النبي، ندخل العميان. يعني فصصنا كلمة لقى إلى رأى ورآه، بس هي لقى مش كده برضه، عشان تدخل الأعمى. لكن لو قلنا من رأى النبي فالأعمى ما رآش النبي، لكن سمع النبي، لكن النبي رأى صلى الله عليه وسلم، يبقى صحابي برضه. أيوه طبعا، ده احنا حتى الناس بيقولوها على المنابر، يقول لك يا أول خلق الله، مش بتسمعها في المدائح. الروحانية أصلا، أيوة أيوة، ما دي حقيقة، ده الواقع. أصل الروحانية تسبق الجسدية، يعني احنا نفسنا اهو كان لينا روح ولنا وجود قبل أن نظهر ونتولد. أمال كنا فين في عالم الذر لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على ربهم ألست بربكم؟ مش كان لينا كلنا وجود؟ كان وجود روحاني. يبقى الروح تسبق الجسد وتظل موجودة بعد فناء الجسد بيره. يعني احنا ما هنموت، الروح ما موجودة. الروح دي من أمر ربي لما أذن لها بالوجود خالدة لا تفنى، واضح؟ لكن الجسد يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. دي عامل زي البدله كده، الجسد ده عامل زي البدله، تلبسها ظهرت فيها، وتقلعها انت برضو موجود وهي فاضيه. فهمتني ازاي؟ فالجسد ده عامل نفس الطريقه. فمن حيث الروحانيه النبي سبق الاكوان بالروحانيه لانه رحمه للعالمين وسائر الاكوان من العالمين، واضح؟ هو عندنا الأدلة إنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال الكلام ده لحد مخلوق آخر؟ ها؟ العلماء نظروا للأدلة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى إبراهيم نمرة 2، واضحة من التشهد، واخد بالك؟ اختصاص النمو بالإنسين، هل معنى ذلك ان الانس افضل من الجن؟ طبعا، اذا كان امر الجن للسجود لادم، والادم هو مظهر الانس، مش كده برضو؟ ابليس مش كان منهم وقال له اسجد معاهم؟ فبني ادم افضل من الجن لا شك. الامام البيجوري في شرح الجوهر قال نمسك عن عدد الانبياء والرسل افضل من ان احنا نقول ان هم 124 عشان سوره النساء ربنا قال ورسلا قد قصصتهم عليك، ورسلا لم نقصص من حيث الاسم، يقصد الامام البيجوري في الشرح يعني من حيث الاسم. يعني لو واحد قال لك انت بتؤمن بالنبي دانيال، احنا عندنا في الاسماء المعروفه ال 25 في دانيال، تقوم تقول ايه؟ لو كان نبيا اؤمن به، ادي الاجابه. فيبقى منهم من قصصنا عليك اي بالاسم، احنا بنتكلم عدد، احنا قلنا اسماء، فهو بيتكلم كده انك انت لا تجزم لاحد بالنبوه طالما اسمه ما ذكرش في القران، واخد بالك ازاي؟ لكن تقول لو كان نبيا انا اؤمن به. احنا بنسمع انبياء كتير يقول لك شعياء وشيس لكن مش عندناش في القران، دي كلها جايه اسرائيليات، واحنا امرنا في الاسرائيليات الا نصدق ولا نكذب، يعني انت توقف، واخد بالك؟ بعد اذن الدكتور وبعد اذن اخواتنا يعني سامحوني، يعني نترك الدكتور يستدرس في الدرس الى النهايه، ثم لو في اي استفسار والله يا ريت والله نكتبه في ورقه ونترك 10 دقائق ان شاء الله بعد نهايه الدرس. انا ممكن تجيبوا لي شاي كوبايه صغيره وانا مش عايز، يعني نستدرك كوب صغير ومش عايز، لا لا مش عايز، وانا هشرب شاي. انا دي انت تاخدها خلاص عشان ما يقطعش الدرس لما تيجي خلاص. فزي ما قلنا احنا ممكن نقعد نتكلم في الموضوع ده كتير. اولا الانبياء ال 25 في القران متفق على نبوتهم، الاسماء ال 25 المعروفه، وفي اربعه مختلف على نبوتهم،
اللي هو سيدنا الخضر وذي القرنين وعزير ولقمان، هل دول كمان من الأنبياء ولا لا؟ فيبقوا عندنا 29. كويس. الخضر الراجح أنه نبي، لكن مش مجمع على نبوته، بس الراجح أنه نبي. وأقوى دليل على نبوته في رأيي أنه قتل الغلام، ولا يقتل بإلهام، لا يقتل إلا بوحي، فطالما أثبتنا له الوحي يبقى نبي. لأن لو واحد فينا جاله إلهام كده يقتل واحد وقام قتله يبقى مجرم، حتى لو كان ولي. يقول لك أنا جالي إلهام أقتلك يوم يقتلك، ما ينفعش. فكونه قتل الغلام يبقى ده بيوحى إليه. كويس. ده سيدنا الخضر. ذي القرنين الراجح أنه قائد حربي تابع لنبي، قائد حربي صالح تابع لنبي وليس بنبي. لقمان الراجح فيه أنه حكيم وليس بنبي. كويس. عزير الراجح فيه أنه أوتي النبوة مؤخرا، كان وليا ثم نبئ، وبعض العلماء قالوا صار كان وليا ومات وليا. يبقى عندنا أربعة مختلف فيهم. فلما يجي واحد ينكر نبوتهم ما يكفرش ولا حاجة، ما يجرالوش حاجة، ده لأنها فيها خلاف، فيها أخذ وعطاء. لكن الخمسة وعشرين اللي يكفر بواحد كأنه كفر بالكل، ما ينفعش. احنا كنا لسه بنقول ان الآل، لو قلنا آله وصحبه بقت الآل القرابة، اللي هم آل علي وآل العباس وآل جعفر. كويس. وآل المطلب، هم دول اللي يحرم عليهم الصدقة، هم دول يبقوا القرابة. وعلى آله الطاهرين، هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. الإمام الشافعي، طالما احنا بندرس المذهب الشافعي نقول عليه المطلبي، لأنه نسبه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في المطلب ابن عبد مناف. يعني عبد مناف ده أنجب أربعة، عبد مناف جد النبي أنجب أربعة، أنجب المطلب اللي جاء منه الإمام الشافعي، وأنجب عبد شمس ونوفل وهاشم. هاشم جاء منهم النبي. كويس. هاشم أنجب شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب، ما هو عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. هاشم الحقيقة لما أنجب ولد سماه المطلب على اسم إيه؟ أخوه. المطلب ده كان ليه أخ من أبيه هاشم في المدينة اسمه شيبة الحمد، لما راح يجيبه ودخل بيه مكة وما كانوش يعرفوه افتكروا أن المطلب اشترى عبد، فقالوا المطلب جاء ومعه عبد المطلب، فاشتهر بعبد المطلب. ده جد النبي. عبد المطلب أنجب عبد الله، عبد الله أنجب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لما نقول الامام الشافعي ومحمد بن ادريس المطلبي، لانه يجتمع نسبه مع المطلب ابن عبد مناف اللي هو اخو هاشم. كويس. وهم كما قال الشافعي رحمه الله اقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. ولازم اقاربه المؤمنين، لان اقارب النبي الذين كفروا به ما نعتبروش من الآل، زي أبو لهب وغيره. وقيل واختاره النووي أنهم كل مسلم، وده اختيار الإمام النووي. إذا انفردوا، يعني لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يبقى كده دخل القرابة والصحابة والتابعين لحد ما ندخل احنا معاهم، لحد ما اللي ما اتولدش لسه من المسلمين تبقى الأمة. وده يبين لك فضل النبي لما علم الناس الصلاة عليه، قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ليدخل الموجود والغائب صلى الله عليه وسلم.
لأنه تجلى الله عليه بصفة الرحمة العامة وبصفة الوسع الإلهي، فهو عبد الواسع فيوسع صلى الله عليه وسلم. وعشان كده اختيار الإمام النووي اختيار وجيه، إنهم كل مسلم. ولعل قول الطاهرين منتزع من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا. وعلى صحابته، طيب اما يقول وعلى صحابته هنا جمع، فلو جمع يبقى نقول الآل هنا القرابة، لا ممكن نخلي الآل هم كل الأمة ونقول وعلى هنا عطف تخصيص، يعني وأخص من بين الآل الصحابة، ويفضل الآل على العموم، تبقى حلوة. ما تجيب لك كرسي. ويخص من بين الآل الصحابة، وصحابته جمع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا صاحب النبي هو الذي آمن به في حال حياة النبي، ورأى النبي أو النبي رآه، يعني التقى بالنبي ومات على ذلك، يبقى هو ده الصحابة. جمع صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول أجمعين تأكيد لصحابته. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء، جمع صديق، والصديق هو الذي يصدقك في صحبته إياك، ده الصديق. وقول حفظهم الله تعالى دي جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب، يبقى إيه تبقى جملة اعتراضية دعائية. أن أعمل مختصرا، ايه هو المختصر؟ هو ما قل لفظه وكثر معناه. في الفقه، الفقه هو لغة الفهم، هل هو الفهم مطلقا ولا الفهم الدقيق؟ في بعض العلماء قال لك هو الفهم مطلقا، وفي بعض الناس قال هو الفهم الدقيق، ده من حيث اللغة. اصطلاحا لمعنى اصطلاحي اخر، وهو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، لازم تقول المكتسب وما تقولش المكتسب لأنها صفة للعلم. العلم المكتسب، فتاخد بالك لأن في ناس بيحفظوها ويروح إيه مكاسر المكتسب كمان، فتبقى كده خطأ. هو العلم، والعلم هو إيه؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، ده العلم مش كده برضو؟ يبقى العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فإن لم يكن بغير دليل يبقى اسمه تقليد. طيب لو كان غير مطابق للواقع يبقى اسمه ضلال، زي النصارى بيعتقدوا ان ربنا حل في الاجساد وكان له ابن والحاجات اللي بيقولوها وثالث وثلاثة، فهذا الكلام غير مطابق للواقع فيعتبر ضلال، هذا لانه غير مطابق للواقع. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، وهو اخو اليقين. العلم أخو اليقين، كويس؟ هذا عند العلماء، لكن عند الأولياء بيميزه. العلم حقيقته غير تعريفه، حقيقته هو نور يقذفه الله في قلب العبد به يفهم، هو ده العلم. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فما نقول عن دليل نخرج المقلد، المقلد لأن المقلد ما يعرفش الدليل، بيقول علم صحيح بس ما بيعرفش الدليل يبقى اسمه مقلد، ناقل يعني، ناقل للعلم. فإن كان اعتقاد غير جازم، فإن كان الغير جزم ده يعني هو إدراك الطرف الراجح يسموه ظن،
إدراك الطرف المرجوح يسموه وهم، مستوي الطرفين يسموه شك، غير موجود بالكلية جهل. صح؟ يبقى احنا عندنا مراتب، عندنا عدة مراتب، عندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم وعندنا جهل وعندنا ضلال. والجهل نوعين، جهل مركب وجهل بسيط. الجهل المركب ان الانسان يبقى جاهل ومش عارف انه جاهل ويظن في نفسه انه عالم، يعني يبقى ده الجهل البسيط المركب. الجهل البسيط انه جاهل وعارف انه جاهل، فيقولك لا ادري لا اعلم نسأل، يبقى ده كويس ده مريح. انما التاني يبقى مش عارف ويظن انه عارف وما يسألش، فده اسمه جهل مركب. ويضربوا بيها مثل لطيف كان مشايخنا يقول لك ايه، حمار الحكيم، الحكيم تومة. الحكيم تومة ده كان جاهل جهل مركب، عامل نفسه حكيم في وسط القرية، هو مش فاهم حاجة وراكب الحمار بتاعه، فبيتصور ان الحمار بينطق، فبيقول لك الحمار يقول ايه، لو انصفه لركبته، جهله جهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. يعني فالجهل المركب ارذل من ايه، من الجهل البسيط. والوهم اللي هو ادراك الطرف المرجوح، اما تبقى عارف الحاجه بنسبه اقل من 50%، تقول والله بنسبه 10% احتمال كده، احتمال ضعيف، الاحتمال الضعيف ده يسموه وهم. طب واحتمال راجح يسموه ظن. طب مستوي الاحتمالين يسموه شك، كويس. متيقن علم. واضح؟ هل في فرق بين العلم والمعرفة؟ علماء الظاهر لا يميزوا بينهما، يعني يقول لك العلم هو المعرفة، ولكن الأولياء يميزوا بينهما ويقولون أن العارف أعلى من العالم، لأن العالم يفتقر للدليل والعارف استغنى عن الدليل. واضح؟ لكن علماء الظاهر يعتبروا أن العارف هو العالم سيان. العارف استغنى عن الدليل لأن العالم عرف الحق من وراء الدليل، من وراء حجاب الدليل، لكن العارف اخترق الدليل فبقى مع الحق فمش محتاج الدليل. واضح؟ زي مثلا ايه، الوقت احنا قاعدين هنا وامام المسجد عنده عربية لونها كذا وماركتها كذا، فاحنا واقفين في الشارع نشوف عربيته راكنة نقول ده جوه، امام المسجد جوه عربيته راكنة، العربية دي دليل، انا ما شفتش الامام ده انا شفت الدليل بس، يبقى انا كده علمت. لكن لما دخلت المسجد ولقيت الامام موجود مش محتاج بقى الاقي عربية بره ولا لا، ما يمكن جاي ماشي، فهمت؟ ويمكن العربية دي شبه عربيته مش عربيته، يعني ممكن الدليل يخونك. واضح؟ وعلشان كده العالم معرفته من وراء الدليل والعارف اخترق الدليل. واضح؟ وعشان كده يبقى العارف عند ده، الكلام ده عند الاولياء، عشان كده تملي يعرفوا الاولياء يقول لك العارف بالله، ما يقولكش العالم بالله. واضح؟ العلم محله القلب، كويس. طب امال ايه حكاية العقل؟ ده محلها الثقافة، المعلومات، المعلومات محلها في العقل، عشان تصل للقلب وتصير فهما تتحول لعلم. لهم قلوب لا يعقلون بها، يبقى العقل اللي هو تعقل الشيء يكون بالقلب، لكن العقل يكون محل للمعلومات وليس للعلوم، للعلم. وعلشان كده اللي يقرأ علوم الدين ولم يتمس قلبه يبقى عنده ثقافة دينية لكنه مش عالم، لابد تمس قلبك، لو مست قلبك بقيت عالم. فالعلم محله القلب.
وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيوصف الخوارج بيقول عليهم ايه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني من راسهم لحنجرتهم. طب وفين القلب؟ ما نزلش القلب لسه، القرآن لسه ما دخلش قلبه. طب حافظه وبيقولوا من الحنجرة بس، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، لأن الدين محله القلب كما يمرق السهم من الرمي. فالواحد لازم يميز، ودي مشكلة الزمان بتاعنا، إن كل المسلمين عندهم معلومات في الدين لكن من حيث السلوك بعيد، لأن لسه الدين لم يجاوز طرقيه. معلومة ويقولها لك، لكن مست قلبه علشان تغير سلوكه لسه، إلا من رحم ربي. يعني مش بنقولش كل المسلمين، لأن لازم في المسلمين يبقوا أولياء ولازم يبقوا فيهم صالحين، لأن هي أمة عظيمة. لكن دي سمة العصر على أي حال. يبقى اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية، يبقى العلم عرفناه هو الاعتقاد الجازم المنطبق للواقع عن دليل، والأحكام جمع حكم، والحكم هي النسبة التامة اللي هي نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، دي اسمها الحكم. كويس، أقول فلان موجود فلان غير موجود، دي نسبة تامة، حكم الفاعل مرفوع. كويس، الإنسان حيوان ناطق، حكم الصلاة واجبة، حكم الشمس طالعة، حكم نسبت الطلوع إلى الشمس. كويس، فلان غير موجود نفيت عنه إنه موجود، يبقى نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، ده اسمه حكم. قد يكون الحكم لغوي زي الفاعل مرفوع، وقد يكون طبي زي ما نقول مثلا إن الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم معتاد، يبقى ده حكم طبي. وقد يكون هذا الحكم حكم طبعي، يعني نلاحظه بالطبيعة، نقول النار محرقة والماء يغرق أو الماء يروي والطعام يشبع، دي حاجات تدركها بالطبيعة العادية والفطرة. وعلشان كده قال لك الأحكام الشرعية، يبقى قيدها عشان يخرج الأحكام العقلية، يخرج الأحكام العرفية، يخرج الأحكام اللغوية، يغير خرج أي أحكام أخرى. يبقى الفقه متعلقه بأحكام تكون شرعية. كويس، والشرع هو ما جاء على لسان نبي بوحي، واخد بالك، خرج الأحكام العقلية اللي هي ثلاثة، الأحكام العقلية ثلاث أحكام، الواجب والمستحيل والممكن، هي دي أحكام العقل. مش كده بيقول في الخريدة، أقسام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الأحكام، ثم الجواز أو الإمكان، ثم الجواز ثالث الأحكام، فافهم منحت لذة الأفهام. كويس، يبقى عندنا احنا ايه؟ الأحكام العقلية ثلاثة. تدرس الأحكام العقلية في علم الايه؟ الكلام عند المناطقة وعند علماء العقائد، وتدرس الأحكام الشرعية عند الفقهاء، وتدرس أحكام القلوب عند الصوفية، وتدرس أحكام الطب عند الأطباء، تدرس أحكام اللغة عند اللغويين، تدرس أحكام الهندسة عند المهندسين، تدرس أحكام الزراعة عند الزارعين، واخد بالك. فتسأل كل واحد في خبرته، كل مهنة لها حكمها. وعشان كده الفقه يتناول إيه؟ من الأحكام الشرعية بس. فخرجنا كل أنواع الأحكام، لأن التعريف لابد أنه هو إيه؟ يعني يكون جامع مانع، يعني يجمع كل فروع العلم اللي أنت بتدرسه ويمنع دخول أي حاجة أجنبية عليه. عشان كده يقول لك التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، العلم بالأحكام الشرعية. طب والأحكام الشرعية دي فيها أحكام كتيرة، منها عقلية ومنها قلبية ومنها سلوكية، طب هي ايه بالظبط؟ قال لك العملية،
عشان يخرج الأحكام الاعتقادية المتعلقة بالقلب. يبقى الفقه بيتناول الأحكام العملية، العملية يعني اللي فيها عمل ظاهر. المكتسب من أدلتها التفصيلية، يبقى بيبحث في الأدلة التفصيلية، إنما علم أصول الفقه بيبحث في الأدلة الإجمالية. كويس؟ يعني أصول الفقه يبحث في الأدلة إجمالا، كويس، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، دي أصول الفقه. لكن علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية المتعلقة بالأعمال العملية، الأحكام العملية، واخد بالك؟ علشان كده تحفظ دي لابد تبقى حافظ ما هو الفقه اصطلاحا، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، منسوب لجده، ولد بغزة سنة 50 و100، ومات رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب، يعني آخر رجب، سنة 400، ودفن بمصر المحروسة في سفح المقطم رحمه الله تعالى. ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. لو في عندكم في الطبعات كلام غير دي عشان نصلح الطبعات مع بعضنا، لو في أي حاجة غير الطبعة اللي أنا بقراها دي تقولوا لي عشان نصحح الطبعة بالمرة. لا ده أنا بقول لك أنا حاجة من عندنا، دي حاجات أنا بقولها لك من اسمها مدرجة. علماء الحديث يقول لك مدرج، مدرج يعني إيه؟ يعني يقول النص وفي وسط النص يقول كلام من عنده، يبقى يسموه مدرج، فأنت تدرك بقى الإدراك ده، واخد بالك؟ ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز. إحنا عندنا الإيجاز يكون المعنى أوسع من الإيه؟ من الألفاظ، كويس؟ وعندنا المبسوط يكون اللفظ أوسع من المعنى، يقول لك بسط الشيء، شرح الشيء، واخد بالك؟ فهو يقصد الاختصار، ومنها أنه ليقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، ليقرب يعني ليسهل على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدي حفظه، أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية، ومن حصر، أي ضبط، الخصال الواجبة والمندوبة وغيرها. فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب، يبقى بيبين وجهة نظر ونيته. يبقى المؤلف في المقدمة بيبين إيه سبب التأليف، وما هي طريقته، وما هو مقصوده، الأمور بمقاصدها، طلبا للثواب، وذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر، وفي التوفيق للصواب، والصواب هو ضد الخطأ، والتوفيق هو خلق، هو خلق القدرة على فعل الصواب، أو على فعل مراد الله، أو على اختيار الأوفق من الاختيارات المختلفة، هو ده التوفيق. تقول ده فلان موفق، فالتوفيق خلق من الله يجريه على قلب الموفق من عباده بواسطة أوفق الخلق وهو النبي
صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرحمة للعالمين. إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء أن يريد. هل المشيئة هي الإرادة ولا الإرادة هي المشيئة؟ يعني فيها خلاف بين الماتريدية والأشعرية. الماتريدية فرقوا بين الإرادة والمشيئة، والأشعرية قالوا أن الإرادة هي المشيئة. هتاخدوا الحاجات دي بقى في علم إيه؟ التوحيد. كويس. لكن على أي حال المشيئة أوسع من الإرادة، يعني ليس كل ما ظهر في الكون هي إرادة الله، لكن مشيئة الله. فالمشيئة أضيق من الإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى الرسول يقول إيه؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. طب وما لم يشأ لم يكن، وربنا بيقول يفعل ما يشاء، وقال يفعل ما يريد، مش كده برضو؟ عشان كده الأشعرية قالوا إن المشيئة حاجة واحدة، لأن قال يفعل ما يشاء وقال يفعل ما يريد، فيبقى الحكاية متقاربة، يبقى المشيئة هي الإرادة. لكن الماتريدية لاحظوا، واخد بالك ازاي؟ وان تكفروا وان تشكروا يرضه لكم. لكن في كفار، ربنا يرضى الكفر ما يرضاش الكفر؟ لكنه ولا يرضى لعباده الكفر، والكفر واقع. يبقى الكفر كان من المشيئة وليس من الإرادة، ولا كان من الإرادة وليس من المشيئة؟ لا، كان من المشيئة وليس من الإرادة، لأن النبي قال ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن. واخد بالك؟ والكفر واقع وربنا لا يرضى الكفر، مش كده برضو؟ يبقى الإرادة لم تتعلق بالكفر، ولكن المشيئة هي التي تعلقت بإن يوجد كافر. واخد بالك؟ وفي تمييزات كثيرة بينهم على أي حال. لكن لو واحد يعتقد أن الإرادة هي عين المشيئة لا بأس، والإرادة صفة تخصيص والقدرة صفة إطلاق، لأن الإرادة تخص المعلوم المراد إبرازه للوجود، فليس كل معلوم عند الله أراد إبرازه، مش كده برضو؟ وبالتالي الإرادة صفة تخصيص والقدرة صفة إطلاق، فالإرادة تخصص القدرة حتى تظهر وفق ما يريد، فليس كل معلوم عند الله يريد إبرازه للوجود. وعشان كده بيقول وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ قدير أي قادر، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده، والأول مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها. اللطيف العالم بإيه؟ بدقائق الأمور ومشكلاتها، وغير المدرك لا تدركه الأبصار، فكل ما لا يدرك بالأبصار يسمى لطيف أيضا. فربنا بيقول لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، فهذا معنى اللطيف. وأيضا اللطيف يعني يتخلل كل دقيق ولا يدركه أي دقيق، فهو يكون قريب في بعده وبعيد في قربه، فهذا هو اللطيف. ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم، فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول اللي هو الخبير، ويقال خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير أي عليم. كتاب الطهارة ده بداية الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب أحكام الطهارة. والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع، أي شيء فيه ضم وجمع من جنس واحد يسمى كتاب. عشان كده في الجيش يقول لك كتيبة، فيبقى كتاب هو ضم وجمع معلومات متعلقة
بباب معين من العلم، جمعهم في حتة واحدة فيسمى كتاب. وهو اصطلاحا اسم لجنس من الأحكام. تملي الكتاب ينقسم إلى أبواب، والباب إلى فصول، والفصل إلى فروع، مش كده برضو؟ يعني بيقسموها كده، كتاب فصل فرع، كتاب باب، والباب إلى فصل، والفصل إلى فرع، مش كده برضو؟ وأما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت هذا الجنس، تحت الكتاب يعني. والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة. وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. الطهارة لها مقاصد، مقصد الطهارة هي رفع حدث وإزالة نجس، مش كده برضو؟ رفع حدث وإزالة نجس، رفع الحدث بالوضوء والغسل والتيمم، ادي رفع الحدث، وإزالة نجس بالغسل وبالتتريب وبالإكثار وبالاستحالة وبالدباغ، دي وسائل إزالة النجاسة، مش كده برضو؟ يبقى احنا عندنا مقاصد الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، وسائلها الوضوء والغسل والتيمم، هذا لرفع الحدث. طب وإزالة النجس وسائله ايه؟ الدباغ، طهارة الايه؟ الجلود بالدباغ، ادي الدباغ دي وسيلة. الاستحالة ان الخمر تتحول الى خل طهرت، والدم يتحول الى مسك يطهر، يبقى الاستحالة يعني التحول. وكذلك الغسل وهو التعميم موضع النجاسة بالماء حتى يزول جرمها وصفتها. والإكثار يعني عندي كوب من الماء متنجس عليه قطرة بول، طب ازاي اطهره؟ ارميه في البحر طهر بالإكثار، او ان انا اخليه فوق القلتين يبقى طهر، يبقى اسمها التكثير. والاجتهاد من وسائل ايضا الطهارة، ها؟ والتتريب زي في ايه؟ في النجاسة الكلبية، مش كده برضو؟ فيها التتريب. يبقى الطهارة لها مقاصد ولها وسائل، والوسائل لها وسائل اسمها وسيلة الوسيلة، اللي هو بقى ايه؟ الاواني، لان لو كانت المية هي وسيلة الطهارة، فوسيلة الماء ايه؟ الاناء، هو وصل للمية ازاي؟ بالكوب، مش كده برضو؟ فيبقى الطهارة لها وسائل ووسائل الوسائل. الطهارة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. والطهارة تكون ظاهرة وباطنة، مش كده؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنة. لتتطهر من النجاسات الظاهرة تذهب إلى كتب الفقه، ولتتطهر من النجاسات الباطنة كالحقد والحسد والحرص وحب الظهور وحب الدنيا تذهب لعلماء التصوف يعلموك ازاي تطهر القلب. يبقى ده لي وسيلة طريقة وده لي سكة. فاحنا بنتكلم في الفقه، يبقى كلامنا على ايه؟ النجاسات الظاهرة، كويس؟ فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، ولما كان الماء آلة الطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه، لأنه أصل الطهارة الماء،
وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى الأداة الأصلية للطهارة الظاهرة هو الماء، عشان كده لازم يبتدي الأول يتكلم على المياه. استطرد المصنف لأنواع المياه فقال: المياه التي يجوز أن يصح، يبقى يجوز هنا مش بمعنى مقابل ما يحرم، لا، ده مقابل يصح. المياه التي يجوز أي يصح، مش بمعنى يباح يعني، لكن بمعنى الصحة يعني. التطهير بها 700، يبقى التطهير لرفع الحدث أو لإزالة النجس. 700 يعني 7 أنواع: ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، وماء البحر أي الملح، ماء المالح يعني، وماء النهر أي الحلو اللي هو العذب، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. الأصل في إيه؟ في ماء السماء، وينزل من السماء ماء طهورا، ربنا بينها هو. وفي ماء البحر سئل النبي عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي ماء البئر قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نتوضأ من بئر بضاعة يا رسول الله، وفيها ما تلقي الحيض ويلقى الخبث، وكان بئر بضاعة مية كتيرة، فقال: الماء طاهر لا ينجسه شيء. ادي ماء البئر اهو. وعندنا الثلج والماء والبرد اللي هو الرسول كان بيقول: اللهم اغسلني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد. كل ده دليل على انها اشياء طاهرة مطهرة. ويجوز ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء او نبع من الارض على اي صفة كان من اصل الخلقة. ثم المياه تنقسم على 4 أقسام: أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره، يسموه طهور، طاهر مطهر يبقى طهور، غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. الماء المطلق اللي هو المطلق عن كل قيد لازم، إنما لو قيد غير لازم زي نقول ماء السماء أو ده قيد غير لازم، نقول ماء النهر ده قيد غير لازم، لكن لما يبقى قيد لازم زي ما نقول ايه ماء الورد ده مش ميه، واخد بالك؟ المياه الغازيه تبقى دي مش ميه، مش كده برضو؟ لان دي قيود لازمه تغير الحكايه. يبقى وهو الماء المطلق عن قيد لازم لا يضر القيد المنفك، كماء البئر في كونه مطلقا، كماء البئر وماء النهر وماء العين. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن. الثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، يعني ممكن تغسل بيه الثوب بلا كراهة، لكن في البدن قلنا عشان مخافة ايه البرص. ثم ثبت بعد ذلك انه لا يؤدي للبرص، فالامام النووي قال: تزول كراهتي، لان الكراهة كانت اصلا من جهة الطب ليس من جهة الشرع، بشروط طبعا انه يبقى في اناء منطبع يعني حديد او رصاص يعني يصدي، إناء منطبع في قطر حار ويتعرض للشمس، لازم كده في زمن حار علشان يبقى مكروه. لكن على أي حال هذا كان على اعتقاد أنه يضر، وإحنا قلنا عندنا المذهب الضرر يزال من ضمن إيه أدلة المذهب، فالإمام الشافعي كرهه من جهة الطب. والإمام النووي
رجح انه غير مكروه لانه ثبت بالطب انه لا يؤدي الى البرص، وهو الماء المشمس اي المسخن بتأثير الشمس فيه، وانما يكره شرعا بقطر حار في اناء منطبع. منطبع زي ما قلت لك اللي هي الآنية من المعادن التي تصدأ، الا اناء النقدين اللي هو الذهب والفضة لصفاء جوهرهما. طب وإناء الذهب والفضة ما هو حرام استعماله، لكن لو في مية حرام استعماله صحيح، لكن المية دي مش مكروه استعمال. واضح؟ لأن عرضت الكراهة من قبل الإناء لا من جهة المياه نفسها. لا إلا إناء النقدين لأنه غير منطبع يعني لا يصدأ لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. الماء بقى اللي هو طاهر مطهر مكروه استعماله غير الماء المشمس، أما يبقى الماء شديد السخونة يأذيك أو شديد البرودة يضرك، برضو مش هتقدر تتوضأ منه ولا تغتسل. والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. القسم الثالث اللي هو الطاهر الغير مطهر، اللي هو ماء مستعمل في الوضوء في الطهارة، يعني انت لو بتتوضى وبتجمع المية بتاعت الوضوء دي والغسل كأنك بتتوضى وانت واقف في إناء، فكل اللي نازل ده جمعوه تاني، هل يجوز استعماله مرة أخرى أم لا؟ بشرط ألا يتغير فيه صفة من صفاته، وإذا كان لإزالة النجاسة لا يزيد وزنه ولا يتغير لونه ولا طعمه، دليل أنه هو يعني لم يتأثر بها. هل يجوز استعماله مرة أخرى؟ على مذهب المالكية ووجه عند الشافعية القديم كان زي المالكية يجوز استعماله في الوضوء مرة أخرى، لكن الجديد أو ده من ضمن الحاجات اللي هو الجديد يختلف فيها عن المذهب القديم. فالمذهب القديم كان زي مذهب المالكية أنه يجوز استعماله مرة أخرى طالما لم يتغير فيه صفة من صفاته، وبالتالي ممكن تاخد أنت المية اللي على لحيتك تمسح بيها راسك وانت بتتوضى، واخد بالك؟ لكن على المذهب الجديد لا، إلا لو كان الماء بتاع الغسلة التانية أو التالتة لأنها لم ترفع حدث ما بيش مستعمل. لكن الماء عشان يبقى مستعمل لازم يكون مستعمل لرفع حدث او ازالة نجس، فيبقى الغسلة الاولى، هذا ينطبق على الغسلة الاولى ولا ينطبق على الغسلة الثانية ولا الثالثة، ولا ينطبق ايضا على تجديد الوضوء وعلى الغسل السنة لانه لا يرفع حدث، مش كده برضو؟ الماء المستعمل عندنا انا مالك ايوه مكروه ايضا مكروه لكن يجوز، احنا عندنا لا يجوز اصلا. عندنا يكره بثلاث شروط. ايوه. ان يكون يسيرا. وان يكون استعمل في رفع حدث. وان يكون استعماله الثاني في رفع حدث. كويس. ثلاث شروط. طيب افرض بقى ان هو فعل به وهو مكروه، يصح ان يصلي به؟ يصح. عند الشافعيه بقى لا يصح، هي دي الفرق بس في الجديد يعني. واخد بالك؟ لا الماء الشديد السخونة زي انت ما تفتح السخان كده والمية نازلة سخنة قوي تعرفش تتوضى بيها، ولو اتوضيت هتتحرق مش كده برضو؟ مش هتعرف تصبغ الوضوء، يبقى ده مكروه استعمال. ايوه الصلاة صحيح، حتى لو اتوضيت بالماء المشمس مكروه الاستعمال، يبقى برضو صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح. المستعمل في رفع حدث زي ما قلت لك الغسلة الاولى، واخد بالك؟ انما الغسلة الثانية او تجديد الوضوء او غسل السنة كل ده ممكن تجمعه وتتوضى بيه تاني. او ازالة نجس ان لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عشان يبقى اسمه مستعمل، وهل نناقش فيه ممكن اتوضى بيه ولا تأة؟ لازم يبقى ايه استعملته في ازالة نجاسة لم تغير وزنه ولم تغير صفة من صفاته، لكن لو غيرت وزنه او صفه من صفاته يبقى خلاص ده متنجس، يبقى اسمه ماء متنجس، ده ما ينفعش.
واضح؟ يعني عشان نعرف إذا كان طائر أو لا نوزنه كام؟ آه بالمعيار، واخد بالك؟ إحنا أهل مصر ما بيحتاجوش الحكاية دي، أهل مصر ربنا مكتر لهم المية يعني، لكن ده من حيث دراسة المسألة. يعني افرض انت تعرضت في مكان الماء فيه قليل جدا نادر، واخد بالك؟ فقال لك ان تجمع هذا الماء وتتوضى بيه للصلاه اللي بعدها في حاله الضروره، بس التيمم يعني. ما انت مش هتلجا للحاجات دي اصلا الا لما يقل الماء، يعني انت لما تلاقي الماء قل هو دي هتبتدي تفكر بقى ابتدي اخد اي مذهب ولا تتيمم. ما هو عندي ميه هنا، طيب ما هو مستعملة، بس هل بالإجماع لا يصح؟ ما عندنا وجه يصح، فإزاي يتيمم مع وجود ماء؟ واضح؟ فبتبان الحاجات دي كلها عند الضرورة مع قلة الماء، فالحاجات دي بتتناقش في المسائل دي. إنما طول ما الحنفية موجودة والحكاية سهلة ما بتحسش أنت بإيه بالمناقشات دي. عند الإمام أبو حنيفة مثلا الماء المستعمل ده يعني قريب من النجس في إزالة الحدث، عشان كده عمل الحنفية، عشان كمان محدش يغرف بيده كده، وسموها حنفية نسبة لإمام أبو حنيفة، لأن هو اللي إيه فكر فيها الإمام أبو حنيفة، فسميت حنفية نسبة له. ما هو المتغير بما في، هيجي لسه النوع، هيجي بقى المتغير بما خالطه لسه. والمتغير بما خالطه من الطاهرات، اللي انت عايز تسأل عليه بقى، ماء تغير بشيء خالطه من الطاهرات زي ده، مش ده شاي ميه؟ طب والشاي كان طاهر برضه، حطينا الشاي على الميه فادانا الشكل ده، بقى ماء متغير بطاهر، لانه لو نجس مش هنشربه، مش كده برضه؟ ينفع تتوضى بينا لانه خالطه طاهر، غير صفة من صفاته، اللون الطعم زي ما تشوف بقى، التلاتة اللون والطعم والرائحة واحدة فيهم، يبقى ده طاهر يمكن أن يشرب ويتناول، لكن لا يستعمل في إزالة النجاسة ولا في رفع الحدث، لا توضى بيه ولا اشطب بيه الثوب علشان فيه نقطة بول، خدت بالك؟ مية اللحمة اللي نسميها احنا مرقة، هدي خالطها ايه متغير يعني طاهر، يبقى ما تنفعش برضه. الماء المتغير بما في مقره او مستقره، يعني مية البحر طعمها مالح، طب لون طعمها متغير، بس بما في مقرها الطبيعي ربنا خلقها كده، يبقى يجوز ان انا اتوضى بيها. لكن جبت انا شوية المية دي وحطيت عليهم شوية ملح، بقت ملحة، ايه ينفع اتوضى بيها؟ لان ده مش من مقرها الطبيعي، يبقى لابد ان هو يكون ماء متغير بما ليس في مقره او مستقره. واضح؟ بالقيود دي عندك انت مية النيل بتلاقيها ملونة ساعات فيها اثار تراب وعكارة، لكن تتوضى بيها، خدت بالك؟ لان ده مقرها كده. زي الحنفية بتفتح تلاقي نازل مية مصدية شوية، تتوضى بيها لان ده مقرها، الماسوره دي بقت مقره، والمخزن اللي بتتحط فيه بقت مستقره، فتغيرت بما في مقره او مستقره، خدت بالك؟ يبقى يجوز الوضوء به. انما الماء الذي تغير بطاهر ليس في مقره او مستقره هو ده الذي يضر، والتغير قد يكون بمخالط وقد يكون بمجاور. كويس؟ يعني التغير بالمجاوره لا يضر مطلقا، التغير بالمجاورة لا يضر مطلقا. زي ايه؟ زي حاطط انت ماء، واخد بالك، جنب طيب، يعني محل راجل بيبيع روائح، وحاطط كوباية المية مفتوحة كده، تيجي تدوق طعمها وتشمها تلاقيها بقت ريحتها طيب، ده بالمجاورة ما يضرش، لأن ده تغير بالمجاورة. واضح؟ تقف على شط النيل وفي مثلا حيوان ميت متجيف، والهواء جاي بالرائحة الكريهة على شط على المية، تيجي تتوضى بالمية تلاقي طعمها
وريحتها كريهة وطعمها كريه ما يضرش، لان ده بمجاور، لان الهواء هو اللي ايه حرك. او يكون مثلا على شط الماء شجر مثلا برتقان او شجر مانجا، يوم يدي للماء طعم، ده اسمه تغير بالمجاورة، ما يضرش. كويس؟ لان التغير المجاور لا يضر، انما تغير المخالط اللي انت ما بتشوفوش زي الليمونات، الليمونات دي خلطت كله، تعرف تفصل الليمون من السكر من المية، خلاص دابوا كله ببعض، فده مخالط. فالتغيير بالمخالط هو الذي يضر، اما المجاور فلا يضر. فعشان كده بيقول لك هنا والقسم الثالث طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير. يبقى الماء المستعمل لانه اختلط بالحدث، والمتغير اختلط بغيره من الطاهرات، فالاثنين دول قسم واحد. بما اي بشيء خالطه من الطاهرات، تغير يمنع اطلاق اسم الماء عليه، فانه طاهر غير طهور حسا كان التغير او تقديرا. حسيا، نعم، حسيا كان التغير او تقديريا، كان اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل. يبقى متغير تقديرا، افرض انا عندي مية ورد بس انقطع ريح، كويس، فاختلطت بالماء، يبقى ده حصل فيه تغير تقديري لكن مش حسي، مش هلاقي فيه طعم يتغير. فهنا اقدره، لو كان ماء الورد ده غير متغير الرائحة، القدر ده كان يغير ولا لا؟ لو كان القدر ده يغير يبقى غيره، ده اسمه التغيير التقديري، وقدره يعني. والماء المستعمل فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا، زي ما تقع منك صابونة في حلة مية، الصابونة دي طهر، رحت انت بسرعة مديت ايدك طلعتها ما لحقتش تغير حاجة، تتوضى بيه، تتوضى بالمية اللي في الحل. لكن وقعت الصابونة دي في المية ونسيتها ساعتين ثلاثة، باشت وبقت المية معكرة، بقت دي تستعملها في النظافة لكن ما تستعملهاش في الطهارة، تغسل بيها ثوب، تغسل بيها البلاط، واخد بالك، لكن ما تتوضاش بيها لأنها تغيرت. فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته، فهو مطهر لغيره. اللي هو لو كان اللي اختلط به شيء زي بول صبي في المتنجس، هيجي بالك برضو في المتنجس على فكرة، النجاسة تقديرية، يبقى في عندنا متغير تقديرا وفي متنجس تقديرا، بول انقطع ريحه بقى متنجس تقديرا، واخد بالك. والعبره هنا على فكره في النجاسه بالحجم عند الشفايه مش بالتغير، لو كان التغير لو كان قليل او كثير في النجاسه يؤثر، طالما تغير في القليل والكثير، لكن في القليل لو اقل من قلتين يعني اقل من 196 لتر، ده اسمها قلتين، 196 لتر تقريبا، اللي هو مكعب طول ضلعه 58 سنتي، ده القلتين. فلو اختلط به نجاسة يسيرة لم تغير فيه صفة من صفاته يعتبر متنجس برضه. وفي الحالة دي طب انا اطهره ازاي؟ بالإكثار، اصب عليه مية لحد ما يبقى فوق القلتين، واخد بالك، عشان مرمهوش، ما يمكن ده عندي مخزن مية والحتة قليلة فيها المية، بدل ما ارميها دي كلها اجيب مية اكتر اكبها عليها واتوضى بيه، كويس. وكذا في الماء المتغير بالطاهر، لو غير صفة من صفاته ممكن احوله الى طهور، ان انا اكثر عليه الماء بحيث ان انا اضيع التغير بالاكثار وبعدين استعمله. واحترز بقول خالطه عن الطاهر المجاور له، فانه باق على طهوريته بالمجاورة يعني، ولو كان التغير كثيرا وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه قطين وتحلب اللي هو في مقره وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور،
يعني تغير بسبب طول المكس برضو يفضل طهور. والقسم الرابع ماء نجس. ما هو بمجاور بتدوب ولا الورقه بتفضل دايره كده؟ بتفضل دايره بس. طب خلاص ما يدورش الورق والورقه واحد ما يدورش. الميه كتيره مش على نهر. نعم ميه كتير. زيح الميه كده بايدك تاخد لها الجاريه دي وتوضى باللي بعدها. بالنسبه دي اذا وقعت مثلا الصابونه اذا تغير الماء وطاهر كالصابونه مثلا او كده وايه اللون تغير يعني والطعم طبعا رائحته ولم يجد الانسان غير هذا الماء. لا ما يتوضاش بيه يبقى ده فاقد للماء. فاقد للماء. ما احنا علشان يتوضا يتيمم. عشان يتوضا لازم يبقى الماء طاهر مطهر. بس ده طاهر خالطه يعني عند الاحناف مثلا الماء المنقوع فيه تمر يجوز يتوضا بيه اللي هو ماء النبيذ. واخد بالك؟ عند الاحناف. يعني مية الخشاف بلغة المصريين تبقى ناقع في تمر وممكن تتوضى بيها عند الأحناف بس ما تكونش حاطط مع التمر سكر يعني وتقول أنا حنفي. لا أبو حنيفة مش كده. تمر نفسه من غير سكر كده تحطه كده في المية بحيث إن هو يعني ما غيرهاش تغير بالغ ممكن تتوضى بيه ده عند الأحناف. الشافعية لا لو أثر على طعمه أو لونه أو رائحته ما ينفعش. خدت بالك؟ والقسم الرابع ماء النجس. هو بيقول لك اي متنجس وده طبعا ايه تقييد الشارح ادق يعني يبقى متنجس لانه مش نجس في ذاته ده تنجس ده هو كان طاهر وبعدين اختلط بالنجاسه فيبقى متنجس. انما الماء النجس هو البول مثلا ده تقول له ماء نجس من اصله كده لكن هو يبقى متنجس احسن. وهو قسمان. الملكية ما بيقسموش بقى ما يقسموش بايه بالقلة والقلتين والكلام ده. هو الماء امتى يبقى متنجس؟ لو تغير صفة من صفاته سواء قليل او كثير ده الملكية. الشافعية عندهم يقول لك وقعت قطرة بول قطرة بالقطارة كده في مية ايه حكم المية دي؟ الشافعية يقول لك كميتها قد ايه الاول قبل ما يجاوب المية دي كميتها قد ايه؟ لو قلت له اقل من قلتين يقول لك خلاص تنجست. لا تصلح الا لسقي البهائم او المزروعات، لكن لا تمسح بيها الارض ولا تغسل بيها الثوب ولا تتوضى بيها. لكن ممكن تشربها البهائم تسقي بيها الزرع. واخد بالك؟ طيب لو كانت اكتر من قلتين يقول لك خلاص طالما ما غيرتش صفه من صفاته يفضل الماء على طهوريته. الملكية ما يسألوش كمية قد ايه. قطرة بول نزلت واخد بالك في مية وما غيرتش اي صفة من صفاتها الملكي يقول لك خلاص اتوضى فيه. ما يسألكش الكمية. يبقى الشافعية يسألوا الكمية الأول عشان ويسأل على الكمية إذا قلت له لم تغير صفة من صفاته. لكن لو كانت حتى فوق القلتين واختلطت بنجاسة غيرت صفة من صفاتها يبقى ما ينفعش برضه اتوضى بيه. حتى لو فوق القلتين. واضح اختلطت بنجاسه. ها الاحناف قالوا لا الاحناف عندهم الاغلب وبعدين ما حددوش بالقلتين. قال لك الماء الكثير هو لما تيجي تعمل من جنب كده تهزه ما يتهزش الجنب التاني يبقى ده يعتبر الكثير فده اللي لا يضر. الشافعيه حددوها بالقلتين. الاحناف حددوها بالعرف. الكثره والقله حددوها بالعرف. فقال ماء نجس اي متنجس وهو قسمان قليل الذي حلت فيه نجاسه تغير ام لا وهو اي الحال انه ماء دون القلتين. وقلنا ايه القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الاصح هيقول لك بعد كده. ويستثنى من هذا القسم الميته التي لا دم لها سائل عند قتلها او شق عضو منها كالذباب ان لم تطرح فيه ولم تغيره. الميتات كلها نجسة. يعني لو وقع فار
في برميل مية. برميل المية ده لو أقل من قلتين تنجس خلاص، حتى لو ما غيرش صفة من صفاته. طب لو فوق القلتين وبقى منتن برضو متنجس، ارميه، لأنه ده له نفس سائلة، يعني له دورة دموية، النفس السائلة اللي هي الدورة الدموية. إنما لو كان لا نفس له سائلة، يعني ملوش دورة دموية، زي الحشرات، الصرصار والذباب والبعوض والفراش، كل دول ما لهمش دورة دموية، لا نفس له سائلة، لو وقع في المية، واخد بالك ازاي، ده معفو عنه، معفو عنه لو وقع بنفسه، لو وقع بنفسه. لكن لو انا قعدت اصطاد في الدبان وكنسته ولميته ورحت انا اللي موقعه، هنا بقت مشكلة. خدت بالك ازاي؟ يبقى لو وقع بنفسه ليها حكم، لكن لو وقعته انا بقت هنا بقت مشكلة. خدت بالك؟ ها؟ دون النظر للكم. دون النظر للكم. بس بشرط ما غيرتوش، علشان ما يضر. حتى افرض انا خدت دبانة كده ورميتها في المية وما غيرتهوش، اشرب. خدت بالك؟ كمية بسيطة ممكن اشربها، ده على مين؟ على مذهب المالكية. لكن الشافعية انا اللي وقعتها، لا ما اشربش بقى حتى لو ما غيرتهوش، لانه مية قليلة. واضح؟ لانك انت جت بفعلك، انت بفعلك عقوبة ليك، لانك انت عايز تاخد حاجة مستقذرة، والمستقذر محرم، واخد بالك، ضد الذوق العام. لكن لو دبانة طايرة كده راحت واقعة بنفسها وما غيرتش والمية قليلة، اغمسها كمان وارميها، في حديث البخاري كده، واشرب. واضح؟ يبقى الفرق بين طرح الشيء وبانه يقع بنفسه. الميتة التي، ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب، إن لم تطرح فيه ولم تغيره بالقيود دي، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. النجاسة التي لا يدركها الطرف زي الرذاذ المتطاير دي، نجاسة لا يدركها الطرف، يعني واحد واقف بيبول وهو واقف كده، واخد بالك، جنبيه إناء فيه مية، لو جبت عين مكبرة هتشوف في رذاذ دخل في المية دي، عين مكبرة. لكن لو مفيش عين مكبرة انت مش شايف، يقف عنه، واخد بالك، لانه لا يدركه الطرف. واضح؟ لا، ما هي لا نفس لها سائل. لما تلاقي النمل في المية بس مش انت اللي رميته، يعني خلاص ما يجراش حاجة، لا نفس لها سائل، ما تضرش، معفوات. فكل منهما، والناس طول عمرها بتاكل المش بدوده. ها؟ مثلا. ما قالولكش. لكن لو واحد تعمد ينقي الدود ويغمسه. نقول له كده حرام، لأنه مستقذر. فهمت؟ نقول له كده حرام لأنه مستقذر، وتناول المستقذر حرام. واضح؟ أيوه. إذا كان يدركه الطرف عند الشافعية، يعني تشوفه كده على إيدك نقطة كده، يبقى لازم تغسلها. كويس؟ يدركه الطرف يعني النظر، النظر المعتاد، مش النظر الخارج زرقاء اليمامة. لا مش شرط، النظر المعتاد. خلاص يبقى ما تعملش كده، ما تتبولش في الحتة دي أدام أنت بتشوف إن في رذاذ. واخد بالك؟ طالما أدركه الطرف يبقى ده مش من المعفوات. إذا أدركه الطرف يبقى وجب إنك أنت تغسله أو تشطفه إذا كان بول إيه؟ صبي لم يطعم. ما هو الثوب بتغسله؟ هتصلي بيه إزاي؟ ما لم يدركه حتى لو على الثوب، ولا يضر، ولا يضر. من دي معفوات، باب المعفوات باب واسع. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. عند الأحناف مثلا يقول لك النجاسة المعفوة عنها اللي هي أقل من الدرهم البغلي. يعني ممكن تبقى شايفها ونجاسه وكل حاجه، بس طالما قليله اقل من الدرهم البغلي يبقى دي معفو عنها. وجابوا الدرهم البغلي منين؟ قال لك من حجم القسط، لما تيجي بتقعد كده بالقسط بتاعك يطبع طبعه قد الدرهم، قد الريال يعني. قال لان الصحابه كانت تستنجي بالحجاره،
وما بتغسلش بالميه، فبيبقى اثر النجاسه مع العرق ويقعد على ثوبه، يبقى بيسيب قد الحجب ده، والنبي لم يامرهم بغسله، فاستدلوا على ان النجاسه اللي بهذا القدر تبقى معفو عنها. استدلال لطيف وجيه من الاحناف يعني، واخد بالك؟ لكن الشافعي عندهم لا، طالما ادركها الطرف يعني شفتها بعينك يبقى وجب الايه؟ الغسل. خلاص يبقى وصل. ما لم يكن هناك في ريح، ما لم يكن هناك في هواء يهز المي، لكن ما تتوسوس. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس المائع. ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات، هيجيبها لك بقى كتيرة في المبسوطات الكتب يعني ايه المتوسعة يعني. وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقول أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير يسيرا أو كثيرا. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. حسبوها كانوا مشايخنا يقولوا لنا عبارة عن مكعب طول ضلع 58 سنتي، يعني 196 لتر. دي القلتين تحديدا لا تقديرا، بالتحديد كده كويس. ده يفيدك في ايه؟ لما تعمل مخزن، خزان ميه فوق عماره، يبقى تعمله فوق القلتين عشان لا تامن ان يموت في فار ولا حاجه، ما يدورش بقى الناس تتوضى منها، ما تبقاش مشكله في العماره اللي انت هتبقى ساكن فيها يعني. فدي مفيده. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام. في نوع خامس ماء مطهر، طاهر مطهر بس حرام، مسروق يعني، مية سرقة، ماء مغصوب او مسروق، يبقى ده حرام. طب الوضوء به صحيح لكن لا ثواب فيه، والصلاة بهذا الوضوء غير مقبولة لكنها صحيحة لا تعاد. واضح؟ كالوضوء بماء مغصوب او ماء مسبل للشرب. يعني انت ماشي في صحراء وعايز تتوضى، لقيت سبيل مكتوب للشرب فخدته اتوضيت بيه، او ده ماء حرام تتوضى بيه لانك غيرت مقصد من اوقف الماء. فهو قالوا ده للشرب، يبقى للشرب، يبقى تشوفه تشرب منه وتتيمم وتصلي والمية موجودة، لان يعني ده للشرب، واخد بالك؟ يبقى ماء مسبل للشرب ما ينفعش اروح ايه اخده واتوضى بيه، برضه ما ينفعش، حرام. والصلاة صحيحة ليس عليها إعادة لكن حرام، لا ثواب فيها يعني غير مقبولة. في مناطق في العرب الوسطى كده المايه بتقطع فيها في شهر 7 تقريبا. والله هو لو يخرج كده خطوتين بالعربية هيجيب المية اللي هو عايزها، لان احنا علشان نقول الماء، ما انا بقول لك بيقول علشان نقول المية يعملوا مخزن، يعملوا خزان، اولياء الامور يتفقوا يعملوا خزان ويملوا الخزان يكفي العيال دي، ومجلس الاباء يتفقوا ويجيبوه، واهل الخير كتير، واخد بالك؟ احسن يعني. اصل احنا في بلد يعني مليانه، مش في صحراء يعني. لان انت حتى لو صليت بالتيمم، اما نيجي نخش بباب التيمم لفقد الماء في مكان نادر فقد الماء فيه، يبقى عليك الاعاده عند وجود الماء، لما تجد الماء تعيد اللي صليته تاني، واضح؟ انما ليس عليك الاعاده لو تيممت في مكان يعني ايه غالبا الميه مش موجوده فيه، واحنا في مصر نادر يعني غياب الماء فيه. ايوه زمزم للشرب. لا، والنبي اتوضى منه. لا خصوصيا. لكن ماء زمزم ماء يجوز تتوضى منه، لكن لا يجوز تستنجي به او تزيل به النجاسه. واضح؟ لكن الوضوء ممكن. واضح؟ لا. يعني ماء زمزم خليه للشرب وللوضوء. لكن لا تزيل به نجاسه. يعني لا يصح تاخد شويه ميه زمزم كده وتروح تبول وتشطف نفسك من البول بماء زمزم. في
احتراما لهذا الماء. للمريض ممكن، للمريض ممكن لانه هو ماء شفاء. دورات الماء اللي في الحرم مش لا لا مش جايبينها، ده من عين زبيده. جايبينها من ماء زبيد، عين زبيد. عندهم عين تانية غير زمزم. ها؟ لا مش ماء زمزم خالص. اللي في الميضات اللي تحت دي كلها مش ماء زمزم. دي مية عادية، وتلاقي طعمها حتى مختلف. وحتى الناس يقول لك اوعى تشربها. لأنها مية يدوب بس للوضوء بس والحاجات دي. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. أيوة. الوضوء بماء تركز ولا بدرك الفرق. الوضوء بماء إيه؟ يتركز بدرك الفرق. هل ترى الصلاة مقبولة؟ لا، والصلاة صحيحة. لأنه ده يعتبر طاهر مطهر، دي معفوات. يبقى صلاة صحيحة مقبولة إن شاء الله. فرق بين الصحة والقبول. أيوة. احنا ما فيش عندنا انواع الزواج اللي بيسموه الجماعه الصحفيين ده، الصحفيين هم اللي سموه كده. احنا عندنا الزواج الشرعي لازم تتوفر فيه الاركان الخمسه، زوج وزوجه وولي وشهود وصيغه، خلاص يبقى ده زواج شرعي. ما تمشيش ورا الصحفيين بقى. هي موافقة تمالك انت، ايه دخلك يا صحفي غيران علشان التاني يتجوز واحدة كده موافقة وهو مش لاقي واحدة تقبله؟ الشرع بيجيز طالما هي موافقة. ده انت يجوز انك انت تعقد على امرأة وطالما هي موافقة ان الدخلة تبقى بعد 20 سنة، يبقى عقد صحيح ولا اسم عليه لان هي موافقة. ستنا ام حبيبة مش النبي عقد عليها وهي في الحبشة وجت في فتح خيبر، يعني بعد حوالي 13 سنة من العقد ودخل بها؟ طيب فاش حاجة، هي موافقة. يلا يا سيدي، افرض واحدة عقدت عليها انت بالشهود والولي وكله عقد سليم 100%، وقالت لك انا موافقة كل شهر تعدي عليا اليوم بس، تقضي معايا يوم بس كفاية، انا موافقة كده، انا متنازلة عن قسمي، يجوز؟ ما فيهاش حاجة ولا اسم على الزوج. احنا ما تخلوا الاسئلة في الباب اللي اتكلمنا فيه، وباقي الاسئلة تحول الى دار الافتاء. ما ينفعش يا استاذ حسن، ما ينفعش. طالما مية معمولة للشرب ما حدش ياخدها يستحمى بيها. انت نفسك لو صاحب المية دي وسايبها للناس تشرب وجيت لقيت الناس ملمومة حواليها بتتوضى هتزعل، صح ولا لا؟ انت بقى مش هتزعل، غيرك يزعل. الشرع يحترم رغبة فاعل الصدقة الجارية ويعتبر شرط الواقف كشرط الشارع. خلاص، لو واحد حاطط مية كده لكافة الاستعمال خلاص اتوضى بيها واغتسل بيها واستحمى بيها واعمل بيها اللي انت، خد بالك ما فيهاش يعني. عارف لو ماء مسبل للشرب تسقي بيه الكلب ولا تتوضاش انت بيه، لان في كل كبد رطب اجر، ولكن انت ما تتوضاش بيه، دور على ميه تانية تروح تتوضى، واخد بالك؟ ايوه. ما بيضيفوه في مقره هناك، في مقره هناك في المحطة اللي هناك. لا ينادي. لا لا، الكلور اصلا طاهر. لا ما غيرش، ده بيعين على المحافظة على صفاته على فكرة الكلور. فهو لا يغير. ايوه. الايه؟ قال هي الاهل على فكرة. قال اللي هي اهل، بس ايه؟ خلينا الهاء، يعني حذفنا الهاء وحطينا مكانها همزة، فبقت همزتين، بقت همزة مد، واخد بالك؟ قال يعني أهل.
آل محمد يعني أهل محمد صلى الله عليه وسلم. يلا العلم اللي هو الفهم، بمعنى الفهم، نور الفهم. علوم المعرفة دي فيها أنواع، فيها علم بسيط زي واحد زائد واحد يساوي اتنين، كويس، وفي علم تاني يكون عميق يقول لك ايه ان واحد زائد واحد مش شرط تساوي اتنين، لان لو عندي حمار وانسان ما اقولش اتنين، فهمت؟ فلازم كمان يتحدوا في النوع ويتحدوا في المكان ويتحدوا في الزمان، يبتدي يقيدها لك بقى علم عميق. وفي بعد كده علم تاني اسمه علم يعني منير، منور بقى، انك انت تقول طالما هذا الواحد موجود لابد ان يكون هناك من اوجده، واخد بالك ازاي؟ فيقوم يوصلك الحاضر، يوصلك للغائب وهو الله، واضح؟ فتقوم تدرك وجود الخالق من خلال الخلق، يبقى ده اسمه علم ايه؟ علم منير فيه بصيرة. فعلماء مثلا الطبيعة بره وصلوا للعلم العميق، لكن ما وصلوش من خلال هذا العلم العميق ان هناك فاعل في هذا وهو الله. المسلمين بقى يوصلوا للعلم ايه؟ العميق ده. الظن اللي هو فوق 50% واقل من 100%، والوهم اقل من 50% لحد ما يبقى 1%، اما يبقى زيرو بقى جهل، واما يبقى 50% بقى شك، واما يبقى 100% بقى علم، مفيش حتى حاجه خالص يبقى اسمه جهل، فيه وغلط يبقى اسمه ضلال، واضح؟ بس والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.